الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. هناك أربع قوى أساسية في الكون: الجاذبية، الإلكترومغناطيسية، القوة النووية الضعيفة، القوة النووية الشديدة. لا تنتقل هذه القوى من جسيم لآخر بشكل آني، بما أنه من المستحيل أن ينتقل شيء أسرع من الضوء حسب النسبية الخاصة. لذلك تنتشر هذه القوى في الفراغ عبر ما يسمى بالحقول. تقترح ميكانيك الكم أنه يمكن تمثيل هذه القوى على أنها جسيمات ندعوها البوزونات، لذلك تدعى البوزونات أحياناً جسيمات القوى أو حاملات القوى. فبتبادل هذه الجسيمات بين إلكترونين مثلاً، نقول أن هذان الإلكترونان يؤثران ببعضهما بالقوة الكهرومغناطيسية، وينطبق هذا الوصف بشكل عام على بقية القوى الأساسية حتى الجاذبية نفسها. ولو أن تكميم حقل الجاذبية ضمن جسيمات هو أمر لم يتم بعد نظريا، في فيزياء الجسيمات يتم وصف السلوك الإجمالي لهذه الجسيمات من خلال ما يسمى إحصاء بوزون أينشتاين. وخلافا للفيرمونات التي تمتلك عزما ذاتيا سبين يساوي نصف عدد فردي، تملك البوزونات عزما ذاتيا تساوي قيمته عددا صحيحا. وتسمية البوزونات وضعها العالم الفيزيائي بول ديراك نسبة للفيزيائي الهندي ساتندرا ناث بوز، والذي وضع مع أينشتاين إحصاء بوز أينشتاين الذي يصف الخواص المميزة لهذه الجسيمات. بوز اقترح هذه الطريقة أول مرة في بحث في عام 1924 في محاولة لتحليل خواص الفوتونات، ثم أرسلها إلى أينشتاين لينشرها، ثم وسع استنتاج بوز لكي لا يقتصر على الفوتونات فقط، بل يمتد ليشمل بعض الذرات التي تملك عزم لف كلي يساوي عددا صحيحا أيضا. أحد أكثر نتائج إحصاء بوز أينشتاين إثارة هو أنه يمكن للبوزونات أن تندمج مع بعضها في حالة كمومية واحدة مشتركة لجميع هذه البوزونات. لهذا السبب مثلا يمكن للفوتونات أن تشكل شعاع ليزر، وتستطيع بعض المواد تكوين ما يسمى بكثافة بوز أينشتاين. أما البوزونات التي تسمى حاملات القوى والتي تنتقل عبرها القوى الأساسية عدا الجاذبية كما ذكرنا، فلا تتألف من أي جسيمات أخرى، وتمييزا لها تدعى بالبوزونات العيارية الأربعة. تملك عزم لف ذاتي سبين يساوي الواحد، وقد رصد جميع هذه الجسيمات تجريبيا. الفوتون أو حامل القوى الكهرومغناطيسية، كلما تفاعلت الجسيمات المشحونة مع بعضها يتم تبادل الفوتونات. ويمكننا القول أن معظم ما نفعله في حياتنا يعتمد على تبادل الفوتونات، إنه ببساطة كمات صغيرة من الطاقة الكهرومغناطيسية. الجلونات، يتوسط تفاعلات القوى النووية القوية حيث تربط الكواركات ببعضها لتشكل البروتونات والنيوترونات، وأيضا يضم البروتونات والنيوترونات مع بعضها في نواة الذرة. بوزون W، وهو أحد نوعي البوزونات العيارية التي تتوسط القوى النووية الضعيفة، تم اكتشافه عام 1983.
وهو مشحون كهربائيا ويقوم بتغيير تركيب الجسيم بحد ذاته، حيث يحول البروتونات إلى النيوترونات وبالعكس عن طريق القوى الضعيفة، سامحا بحدوث تفاعلات الاندماج وجعلا النجوم تستمر في الاشتعال. بوزون زد، وهو أحد نوعي البوزونات العيارية التي تتوسط القوى النووية الضعيفة لكنه معتدل كهربائيا. وبالإضافة لما ذكر سابقا، هناك بوزونات متوقعة ولكنها لا تزال بدون دليل تجريبي واضح بعد. بوزون هيكس، بحسب النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات، فإن بوزون هيكس يمثل حقلا منتشرا في كل مكان، هو حقل هيكس. هذا الحقل مسؤول عن وجود الكتلة في بعض الجسيمات المادية. في الرابع من تموز عام 2012، أعلن العلماء في مصادم الهيدرونات الكبير اكتشافهم لجسيم يشبه في صفاته بوزون هيكس. لا تزال الاختبارات جارية للتعرف أكثر على مواصفات الجسيم بشكل أفضل. وقد أكد لاحقاً أن يعتقد أن عزم اللف الذاتي لهذا الجسيم يساوي الصفر، ولهذا يصنف على أنه بوزون. الجرافيتون، وهو جزيء نظري لم يتم بعد رصده تجريبيا، حيث أن القوى الأساسية تم تفسيرها من خلال البوزونات العيارية، وقد كان هذا الجزيء محاولة طبيعية لتفسير الجاذبية القوى الرابعة بنفس الطريقة. ومن هذه المحاولة نتج جسيم الجرافيتون الذي يتوقع أنه يملك عزم لف ذاتي تساوي قيمته 2. ويتوقع أن عدم قدرتنا على رصد هذا البوزون بعد تأتي من أنه ليس مقيد بشروط الزمان والمكان التي نختبرها. البوزونات المركبة، بعض البوزونات تتكون عند اجتماع جسيمين أو أكثر لتشكيل جزيء ذو عزم لف ذاتي قيمته تساوي عدد صحيح، مثل الميزونات. يتشكل الميزون عند اجتماع 2 من الكواركات مع بعضها. بما أن الكواركات هي من الفيرميونات ولديها عزم لف ذاتي يساوي قيمة نصف عدد صحيح، فإنهما إذا اجتمعا فسيكون عزم اللف الذاتي السبين للجزيء الناتج، وهو مجموع السبين للجزيئين المجتمعين، سيكون عددا صحيحا، مما يجعل الجزيء الناتج بوزونا. ذرة الهيليوم 4، هذه الذرة تحوي على بروتونين وإلكترونين ونيوترونين، وإذا تم جمع كل عزم اللف الذاتي الخاص بهم سنحصل على عدد صحيح، ومنه فإنها بوزون. لذلك فمن الخواص المثيرة للهيليوم 4 أنه يتحول إلى سائل فائق يسيل دون أي مقاومة أو لزوجة عند تبريده إلى درجات حرارة منخفضة جدا، مما يشكل مثالا رائعا على إحصاء بوزون أينشتاين بشكل عملي. إذا كنت قد تابعت الرياضيات البسيطة في المقال السابق، فإنك ستلاحظ أن أي جزيء مركب مكون من عدد زوجي من الفيرميونات سيشكل بوزون، لأن مجموع عدد زوجي من الأعداد التي قيمتها نصف صحيحة سيشكل دوما عددا صحيحا بالنسبة لقيمة السبين.